اتفضل. فيما يتعلق بفصل الصيف، احنا دايما بنشيك على الكاوتش انه ممكن يتشقق، يعني عارفين النظريه الفيزيائيه المعروفه يتمدد بالحراره وينكمش بالبروده. هل في حاجات بتتاثر جوه الكبوت؟ يعني مثلا لو بنتكلم في الطرمبات، طرمبه الزيت، طرمبه الميه، السيور، الحاجات دي الشتاء بيعمل فيها ايه؟ لا، هو الكاوتش مثلا في حته التشاؤات والحاجات اللي زي دي، مفيش حاجه في الموتور جوه ممكن تاثر عليها السخونه الزياده ولا البروده الزياده، لان هم عاملين يعني زي ما تقول كده، حتى الميه في العربيه بيبقوا عاملين الميه ما تتجمدش في درجه معينه وما تغليش بعد درجه 100، فهم كده كده مأمنين حته الكبوت والموتور ان الحاجه ما تتاثرش صيف شتاء مهما كانت درجه الحراره، لان درجه الحراره جوه الكبوت بتبقى عاليه جدا اعلى من الطبيعي. اللي نشيك عليه نبص على سيور العربيه نفسها، هي اصلا لو فيها تشوهات بتبقى من الاستخدام بعد 40,000 كيلو مثلا لازم تتغير، ما تسيبهاش ان انت تبقى ماشي عليها وهي مشققه. فدي مثلا لو واحد مش فني او واحد مش فاهم يروح لمركز صيانه احسن يكشف على المنطقه دي، يغير زيت الفرامل. زيت الفرامل ناس كتير طالما هو بتهمله، مليان ده حقيقي. يغير. فده اصلا المفروض بيتغير كل 60,000 عربيات، وفي عربيات بتغير 80,000، بس هو بيبقى في الكتالوج مكتوب لكل عربيه عشان الناس ما تاخدش الكلمه وتغير عليه. يبص على الكتالوج بس، هو لازم يتغير يعني هو ليه مدة صلاحية. طيب زيت الباور نفس الكلام، اتفضلي. اكيد. طيب قلت لنا على موضوع الكاوتش وما قفلناش الكلام فيه، احنا في الصيف بنبقى واخدين بالنا ان احنا نشيك على الكاوتش وما نخليهوش منفوخ قوي علشان السخونية، في الشتاء بنعمل ايه؟ هل في رقم كده متوسط لكل لا العربيات؟ كل واحد ماشي. عارف المفروض رقم عربيته، بس في رقم متوسط؟ بص، هو الشتاء او الصيف هو رقم واحد، مفيش رقم للشتاء ومفيش رقم للصيف، ومفيش حاجه ان احنا نزود زياده في الشتاء او نقص، الكلام ده كله احنا فعلا عشنا عليه، بس هو مش صح. الصح الرقم اللي مكتوب على الباب بتاع السواق جنبه كده، في على الصاجه بتاعت الباب في رقم، هو ده اللي تمشي عليه سواء صيف او شتاء. بتفرق بقى في ايه؟ ان انت تغير الرقم ده في بعض العربيات في الحمولة، لو مزودة مثلا ركاب ورا فبتزودي الرقم ده او تقلليه على حسب النصيحة اللي مديها لك شركة العربية. في عربيات 32، في عربيات 30، في عربيات 38، فكل حاجة بتختلف من عربية للتانية، على مش حسب كله مقاس، ثابت، على حسب مقاس على الجنط. حسب المقاس وعلى حسب الوزن اللي فيها، وكل كله يعني مترتب من أي. الشركة مش مننا. احنا كنا زمان بنحط في الصيف 30 وفي الشتاء 32 وبنقول هو ده الصح، احنا مش فاهمين يعني انا نفسي كنت بعمل كده، الكلام ده بس هو مش نيتروجين برضو ولا هواء ولا الاثنين مش واحد؟ هتفرق مش الاثنين هتفرق. واحد ومش هتفرق كتير طب يعني كده النيتروجين كده. اللي موجود هل هو مضمون؟ لان في ناس كتير جدا يقول لك انا بحط نيتروجين، هل انت شايف ده حقيقي؟ هو يعني احنا مش هنقدر نحكم في الموضوع ده، يعني مش هنقدر ناخد قرار مظبوط، بس اللي بيحط نيتروجين عادي يكمل نيتروجين لو ما كان ثقة وواثق في الجهاز اللي بيحط منه، عادي يحط ما فيش مشكلة. ان هو لو حط نيتروجين على هواء يحصل مشكلة؟ لا، مش هيحصل مشكلة مش خالص، هيحصل لان مشكلة. اصلا الهواء فيه نيتروجين 70% او 75% منه نيتروجين. الفكرة في النيتروجين الصح بقى في عربيات السباق مش عندنا يعني كده كده، يعني مش انا شايف ان موضوع النيتروجين مش اساسي، بس لو انت بتحط في مكان ثقة وانت واثق فيه كمل نيتروجين عادي مفيش مشكلة. خلاص يا موضوع احمد، النيتروجين مش هنسمع كلامك، ربنا يسلم طريق كل الناس اللي ماشية.